السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي أحياء للصف الأول المتوسط. عندي حل مراجعة الفصل الثاني صفحة 24. اختر الإجابة الصحيحة. أولا، ما اللقاح الذي اكتشفه لويس باستور؟ فرع جيم، لقاح الجمرة الخبيثة. اثنين، ما فائدة عملية البسترة؟ باء، تعقيم الحليب. ثلاثة، ما عدد ممالك الأحياء؟ دال، سبع ممالك. أربعة، بماذا يهتم علم الأحياء المجهرية؟ باء، دراسة خصائص الأحياء المجهرية. خمسة، ما اللغة المستعملة في التسمية الثنائية؟ جيم، اللاتينية. ستة، ما الكائنات الحية التي تتدرج من ضمن مملكة الطليعيات؟ باء، الأحياء بسيطة التركيب. سبعة، ما نقطة الانطلاق التي أدت إلى تطوير المجاهر؟ باء، مجهر ليفنهوك. ثمانية، من العالم الذي صنف النباتات لأول مرة إلى أشجار وشجيرات؟ جيم، أرسطو. تسعة، ما الكائنات الحية التي يتم دراستها عن طريق المجهر؟ هذه الكائنات المجهرية دقيقة الحجم. عشرة، ما الرتبة التي تلي العائلة في مراتب التصنيف الرتبة؟ 11، ما الاسم العلمي للإنسان؟ هومو سابينس. تفكير الناقد. 12، ما فائدة الأحياء المجهرية للإنسان يستخدم في صناعة المواد الغذائية مثل الخميرة والبكتيريا، وكذلك تستخدم في مجال الطب والعلوم حيث تم استخدامها لإنتاج المضادات الحيوية واللقاحات وغيرها. 13، كيف سيتأثر علم تصنيف الكائنات الحية لو لم يتم اختراع المجهر إلى يومنا هذا؟ لا تعالج الأمراض وتكثر الجراثيم. 14، ما تأثير درجة الحرارة العالية على تعقيم الأغذية؟ قتل الجراثيم. وهاي النقطة 15 مو مهم.